سؤال كده النهاردة أو سؤالنا التفاعلي، إزاي ممكن ترد الإساءة لما حد بيسيء لي؟ بترد عليه إزاي؟ تفتكر ممكن نرد عليه إزاي؟ الموضوع ليه أبعاد كتير، لكن خلينا برضو إيه عندنا القاعدة اللي إحنا ماشيين عليها اللي القرآن حطها لنا، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. تمام، دي القاعدة اللي كلنا بنتمنى بالمناسبة إن إحنا نوصلها. إحنا مش هنقول إن كلنا طبعا ملايكة، لكن دي الحاجة اللي إحنا كلنا بنتمنى إن إحنا نوصلها. بنشوف النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد إساءة قط لأي حد، وإحنا شفنا قومه في وقتها عملوا إيه وهو ما كانش بيرد إساءة لأي حد. فدي الحاجات اللي إحنا المفروض نكون ماشيين عليها، لكن خلونا نتكلم في الأمر الواقع عشان ما نكونش منفصلين عن الواقع. اللي بيحصل وقت الإساءة بيكون فيه انفعال، بيكون فيه عصبية، لكن هنا أنت المفروض تفكر قبل ما ترد، ودي حاجة مهمة جدا. قبل ما ترد الإساءة لو حد بيسيء ليك لازم تفكر، ادي لنفسك لحظة للتفكير. لا مش هتاخد منك يعني مفيش ثواني معدودة للتفكير. مين الشخص ده؟ علاقتك بيه عاملة ازاي؟ هل في بينكم ما يسمح ان هو مثلا يكون اتعصب فتجاوز فانت تغفر له لان في قبل كده يعني ليه رصيد عندك زي ما بنقول؟ فده بيتوقف على ده، وفي نفس الوقت لازم تدي نفسك فرصة للرد وتسأله، تقوله انا عايز بس اعرف انت بتتكلم جد ولا بتهزر، او انت اسلوبك ليه كده. فبالمناسبة ناس كتيرة لما بتوجه لهم السؤال ده بيحس انك عايز تفهم فعلا هو يقصد ان هو يتعصب عليك او يسيء ليك، ولا طلعت الكلمه منه غصب عنه. فبتفرق كتير، في بعض الناس تقول ما اقصدش فتلاقي الموضوع هدي، في بعض الناس تحاول تلم فانت تاخد بالك طيب خلاص فتسكت وتمشي. ففي مواقف كتيره جدا. انا هذكر موقف حصل لواحد صاحبي حكاهولي امبارح، لسه امبارح بيقول لي كنا في اجتماع وفي غلطه حصلت ومش مفهوم، يعني لسه بنحاول نشوف الغلطه دي بتاعت مين. فمديره في وسط الاجتماع وفي وسط الناس بيتكلمه وبيوجه ليه الاتهامات وبيتعصب عليه جامد جدا في وسط الاجتماع. فقال له انت بتزعق؟ فقال له انا ما اقصدش ازعق، لكن اللي حصل ده. وقعد يتكلم معاه برضه بنفس الاسلوب. فهو بيقول انا حسيت ان هو اهني في الاجتماع. فانا قلت له على العموم حصل واحد اتنين تلاته، تاني حاجه انا ما احبش حد يكلمني بالاسلوب ده. هو جاي بعد كده متضايق ان هو بيقول لي انا حسيت ان انا ما خدتش حقي. قلت له بالعكس، ده انت خدت حقك قدام الناس كلها فانك رديت رد يليق بيك، يليق بتربيتك. زي ما بنقول ايه، لو اتعاملت مع المسيء باساءه، مع الكذاب بالكذب، مع المنافق بنفاق، امتى الصفات الوحشه دي هتنتهي؟ بكل تاكيد مش هتنتهي، لان كلنا هنتعامل بنفس الطريقه دي. انت متخيل ان هو كان ممكن يعمل ايه؟ كان هيقوم يضربه مثلا؟ لا كان هو هيتعصب عليه، ما خلاص بقى هتبقى خناق، هتقلب معركه عركه باللغه البلد. لكن رده كان رد محترم جدا، وقفه عند النقطه اللي هي انا لا اسمح بالتجاوز، النقطه اللي هو من بعدها مش هيسمح لحد ان هو يقرب له، وقفوا عندها ووضح وجهه نظره. اعتقد ان ما كانش في حاجه تانية ممكن تحصل يعني. صحيح. ممكن انت تتعاملي ازاي في مواقف زي دي؟ والله حسب تعريف الاساءه، يعني الاساءه دي موقف، كلمه، تعمد، اهانه، حسب نوع الاساءه، حسب تكرارها كمان. لا ما في اساءات مش لازم نستنى ما تتكرر، مش لازم تبقى الموضوع متكرر، لكن اصلا حسب تعريف الاساءه في حد ذاته. لو حد مثلا عمل تصرف، لو يجوز لنا استخدام الكلمه ده، تصرف خايب يعني، خلاص معلش ما جراش حاجه يعني، نفوت ما جراش حاجه، انا الكبير. لكن لو حد متعمد الاساءه، الاساءه دي بقى لو حاجه لها علاقه بسمعه، لو لها علاقه بولادي، لو لها علاقه بالنقاط اللي انا حطاها خط احمر وما ينفعش حد يعديها، لا هنا بنقف وبيبقى لنا وقفه، ووقفه قويه جدا كمان، انه غير مسموح ابدا ان حد يتجاوز او يتعدى حدوده. لكن لو نقل كلام بقى وكلام رايح وكلام جاي والحاجات الصغيره دي، والله اللي عملها تصرف صغير يبقى طالع من شخص صغير، ما بقفش على التفاصيل. ما اعتقدش ان انا يعني فاكره مواقف كتير رديت فيها الاساءه، وما اعتقدش ان انا برضو وصل لي مواقف كتير حصلت فيها الاساءه. يعني برضو خد بالك يا شاذلي ان فكره ان لما الموضوع بيوصل لك بيختلف خالص عن حاجه حصلت. صح. وانت ما خدتش رد فعل، الناس ممكن تبقى انت ما خدتش بالك، اللي قدامك يحس ان هو اتصرف غلط فيبتدي يصلح، مش عايز يصلح بقى هو حر. انا ممكن اتعصب لكن ما اغلطش، يعني ممكن اتعصب، وبعض الاوقات برضو زي ما اتفقنا ان احنا مش مثاليين قوي يعني، فانا ممكن اتعصب في وقت من الاوقات لكن في النهايه ما بغلطش. وده اهم حاجه، الطرف اللي قدامك لو انت اتعصبت عليه من غير ما تغلط، بعد ما الموضوع يهدى هيقعد يفكر انت اتعصبت بس وصوتك عالي شويه، لكن هل اهنته؟ هل غلطت فيه؟ هل شتمت؟ هل تعمدت ان انت تسيء ليه قدام الناس اطلاقا؟ فبالتالي
مغفرة هذا الخطأ أو إن إحنا نتصالح بيكون سهل جدا. ليه؟ لأنه ما فيهوش غلط، ما غلطتش في حد. ممكن أقطع حبل أفكارك؟ أه طبعا اتفضل. طب في مواقف تستدعي إنك لازم تحسس اللي قدامك إنه أخطأ، بإنك تحسسه إن هو يعني مش هنقول تقلل من شأنه، ولكن لو هو متعمد التقليل من شأنك فأنت لازم تحطه في حجمه الحقيقي؟ هل ممكن نوصل لهذه المرحلة؟ في بعض الأوقات أعتقد إنه تحت الضغط، تحت الضغط ومع التكرار كمان بالمناسبة. يعني لو نفس الشخص ده عمل موقف مثلاً وأنا عديته مرة، عديته اتنين، قلت له ما يصحش، مرة تالتة فلقيت الموقف بيتكرر وقدام ناس، لا بيكون في تصرف تاني طبعاً، لكن برضو في النهاية ما فيهوش إهانة. هو ده اللي أنا عايز أقوله، ما فيهوش إهانة في إن أنا أوقفه عند حده لكن أنا ما هينوش قدام الناس. لكن إنك تهين حد بالمقابل ده شيء مش وارد طبعاً عندك. طبعاً طبعاً أكيد. طيب خلينا بقى نشوف كل مشاهدين هيردوا علينا ويقولوا لنا ايه، ازاي ممكن ترد الاساءة. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهارده في حلقتنا. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.